الغناني أهم شيء، موضوع الغناني. هناك هذا الضعيف كبه، ياخذ هاي دابره، كب هذا نجي هين نشيل هذا المنظف، خش على العالي ناخذ هاي القصبه، شايفها؟ 27 هنا قصبه، هاي نظاميه خالصين، هاي دابره. هذا الضرر اللي عم بصير قوة الحرارة من الشمس. السنة والله العنب تعبانة، عندنا الموسم المية يعني ما في، عندنا مية جافت، والعنب السنة يعني مو مثل السنة الماضية. شوف هاي عمل على ساجية المي، شوف عنبها كيف، والعنب الماضية هني ما تعبانة شوي. هاي وهاي هي عنبنا يعني. الموسم الكويس يعني بدها يعني مواد غذائية مشان تغذي السجر، وبدها بخ ما عم يعني يساعدونا فيها، عم فرد نوب يعني نوجه كلمة للوجهة المختصين يدعمونا شوية بالموسم، يعني موسمنا كله فاضي يعني، إذا بدك تحطه ما نستفاد شيء من الموسم خالص يعني أبدا. هاي هي قصتنا يعني. إحنا يعني السنة الماضية تختلف عن السنة هاي. السنة الماضية ما شاء الله عليها عنب كويسة، وعندنا مية نسقيها ونية. السنة هي ما بي لا مية، وعنبنا كلها تعبانة، وحبتها يعني تعبانة بالنوبة. نزلها على السوق، التاجر يجي تياخذها ما يرغب لها للتجارة يعني. السنة الماضية يعني يرغبوا لها، قيمت من نزلتها بتنشال فورا. ما يعني السنة هي ما تعبانة فردنا بالسوق يعني، ما حتى التاجر بيجي تياخذها ما يحسن ياخذها، لان حبتها تعبانه. بين لما تجي على الحب الماضيه السنه الماضيه العنقود تجي ما شاء الله عليه، يا السنه يعني كلها خصل ما يعني تعبانه خالص. شغلنا بالعرايش، العنب مع عرايش عنب، فالشغلات النواقص عندنا الأدوية ما عم تعطي إنتاج 100%. طبعا الأدوية أغلبيتها عم تجي فاسدة، هي أول شو اسمه. ثاني ببلش نحن هلا بالكساح، طبعا نهاية المربعانية ببلش الكساح، نكسح العنب، وبعد ما نكسح ننزل الحطب تبع العنب. تمام، طبعا هون في فوجين أو ثلاث فلاحة العريشي، سواد وما سواد بنسمد الأرض ونفلحها. بعد ما يعطي الزهر ويعقد العنب بنبخه، أو قبل العقد تبع العنب في عندنا بخة زيت شتوي حشري، هي البخة ضروري بنبخها بختين يعني قبل ما إيش، قبل ما بفتق السجر. بعد منها ببلش نقشر غربة السجرة مشان الحشرات وغيره بتموت بالبخ. بعد ما تعقد عندنا العنب، بلش يعقد العنب، طبعا في عندنا بخة اسمها لفحة وحشري وفطري. لما بتعقد الحبة بتكبر الحبة ويصير فيها عقد مزبوط، ببلش عندنا هون بياض الدقيقي البخ. البخ بياض الدقيقي يجب عليك انه كل 10 أيام أقصى مدة لازم تعطيها دواء بخة، والبخة لازم يكون دواء مكفول 100%. الأدوية اللي موجودة حاليا بالسوق 99% فاسدة نهائيا، ما بتعطي نتيجة لأنه ما بتجينا أدوية من برا فعالة، أغلبها بيجي صيني وغيره وغيره، كلياته ما بيعطي نتيجة ولا 1%. وحاليا عم نستعمل الأدوية الألمانية واليابانية اللي منتهي مفعولة من 2020، واليوم نحن بال 2024 وعم نستعملها وعطتينا نتيجة. والادويه اللي مصنوعه حاليا بنفس السنه بال 2024 صيني ولا غير عم بيطلع فاسد ولا يعطينا نتيجه خالص. ثانيا لما نبلش بالصغايه، بس تعقد الحبه مزبوط
هون عندك المتوازن، المتوازن عم نشتري اسعاره غاليه، البيدونه 10 كيلوات حقها 23 24 دولار ل 25 دولار ل 25 دولار، يعني مجرد بدك تعطي السجره مجرد حوالي كيلو ونص للكيلوين، هذا بس المتوازن. بيجيك الفاسفور، بيجيك عالي الفاسفور، بيجيك البخ الثاني لما ببلش العنب بيجهز، بدك طبعا تنزل العنقود بعد ما يصير حصر، بتنزله من السجره، بتنظف الورق اللي حواليه تمام، وتنزله من فوق الشبك بحيث انه تخليه جاهز للقطف مباشره مشان ما يصيبوا امراض، والدواء ياخذ دواء مزبوط. والميه، موضوع الميه، موضوع الميه دمرنا دمار دمار نهائي، دمار نهائي، يعني خاصه الابيار الكبريتيه اللي عم تنحفر بالوقت الحالي، هي سحبت المي جوفيا نهائيا نهائيا ابدا ابدا. انا عندي العريشه هي حافر ثلاث شباب السنه، في منها ما عاد شغل ولا برميل ميه بال 24 ساعه، يعني انا عم بشتري صهريج الميه ب 30 دولار، يعني ما اذا بدي اسقس قهوه مضبوطه يوميا بدي 100 دولار، يوميا 100 دولار، انا ثلاث اشهر او اربع اشهر لحتى يستوي موسمي، معناته انا احسب كل يوم 100 دولار بدي حوالي 5-6000 دولار لحتى اروي عنبي تمام. وبعدين مشكله التهريب العنب اللي عم يجي عن طرقات الثانيه، عن طريق طرقات الثانيه طبعا من الرقه ومن بنبج ومن غيره، اسعار يعني تعبانه بشكل، عم تنطرح بالسوق ايتين وتموت علينا الاسعار بشكل، حتى يعني ما توفي معنا نهائيا. وبعدين ما في دعم للمزارع، كلواح طاقه، اغطيه، هلا نحن عندنا ايتون البيئه تغيرت طبعا، يعني السنه الماضيه السنه الجايه ان شاء الله ضروري بدك اغطيه للعريشه اللي ما في مجال، واليوم الغطاء بكلف يعني الدلم حوالي 500 دولار غطى لحاله، طيب في تكاليف باهظة، وتجي تنزل عنبك على السوق بقول لك 12 ليرة و 15 ليرة تركي، شو بتدلم هذا التيلم؟ احنا السنة الماضية بيعنا ب 31 ليرة ب 32 ليرة ب 26 ب 25 ب 27 أفضل من السنة هي، والسنة هي الأمراض فتكت بينا فتاك شيء فظيع. لازم معناته نستاجر اللي عندي غالي يصور على الارض الواقع على التصوير الحقيقي اللي هي الدوده، شوف شلون تضرب الحبايه وبتعطلها، فالحبايه تفسد وتفسد كل شيء حب حواليها مع العنقود كامل، يعني من هالشكل هذا، شوف هاي الحبايه شلون مضروبه بهالشكل هذا. منطقة الباب فيها أكثر من 30 هكتار عنب، عايشة منها أكثر من 100 أسرة، في مشاكل، يعني المشاكل اللي صارت عنا أنه ما في دعم للمزارع العنب، والمزارع العنب المحصول يعني محصول استراتيجي ويعني تستفيد منه الشعب وحتى البلد كله يستفيد منه، وشيء رائع جدا ويخدم الناس، يعني بيشغل يد عاملة كتير، بس في عنا مشاكل أنه ما في له دعم. إذا تيجي على الواقع يعني تسميد عم نشتريه غالي كله بالدولار، التسميد، الباخ، الأدوية، الأدوية عم تجينا مع الأسف ما في مراقبة، الأدوية كلها عم تجي فاشلة، يعني شبه فاشلة الأدوية، يعني 90% ما في غير الخبير اللي عنده خبرة لحتى يكشف الدواء بعد ما يبخ بخة بختين ثلاثة، إذا عنده مرض يتفاحل المرض، وصايرة مشروع استراتيجي، ويعني نتمنى إنه يكون في مثلا دعم عزاقات، جرارات صغيرة، مساعدة في مثلا آبار، مساعدة بقطاسات، شبكات تنقيط، يعني في يعني ناس رايدة تشتغل وتعيش بكرامتها، وناس يعني كلها بتحب تشتغل، والشعب هوني والله كله يعني رائع جدا، ولكن الدعم ضعيف، يعني اللي عم نشوفه انه في مشاكل خير الله، واكثر الشباب عم تركز على الادوية، الادوية فاشلة، الادوية عم نجي نبخ مثلا بياض الدقيقي بخة وبختين وثلاثة ما نستفيد شيء، تلاقي الصيادلة الزراعية عم يحط الدواء يعطيك، يحط مع الدواء البياض الدقيقي بحط مثلا لنفترض للبياض الزغبي بريفيكور او غيره، احنا الابراض الزغبيه هم منطقه ريف الباب ما بتصير، لانه جو اللي عندنا نحن حار وما في رطوبه، الجو الحار ما في رطوبه هو ما بصير معنا يعني ابدا، على ضفاف الانهر البياض الزغبي بده جو حار ورطوبه عاليه، نحن لا يمكن تصير عندنا، يعني البياض الزغبي لا يمكن، هذا لازم يلتقي من الريف الشمالي ابدا، الا اذا في عندنا على الانهر مزروعات خضروات او فواكه.
هاي نقطة. النقطة الثانية الأدوية غالية غالية بشكل، يعني التسميد السماد السواء المتوازن او الام بي كي او يعني غالي غالي مو طبيعي. يعني يجي الفلاح اخر شيء المزارع بعد تعب 7-8 شهور سنه بينكسر. السبب التسويق عنده يصير الموسم ضعيف، بنزل كل الناس تهجم هجمه واحده واسعار ضعيفه. وفي مشكله ثانيه تجينا تجارنا ما شاء الله بصيروا يجيبوا لنا عنب مثلا من الريف الشرقي او مثلا نفترض يعني بنص القيمه او اقل من نص القيمه. هاي اهم نقطه عندنا هون بريف الباب. الامراض هي البياض الدقيقي والعفن، هاي اهم شيء. العفن طبعا هلا يبلش يبدا كونه صارت عندنا حاله رطوبه، هلا يبلش برطوبه. والبياض الدقيقي هو الاساس، يعني عباره دائما البخ العنب وقائي، العنب دائما بده يكون بخه وقائي. ما بصير انه تجي تبخ العنب مثلا تجي ليمرض تبخه، ما بصير. طبعا الخضروات كلها لازم تكون وقائيه. وفي مشكله اهم وهي اهم نقطه، هاي الادويه الشباب اللي عم تعطيها جهازيه اليوم. اي استاذ انت يا فاتح صيدليه زراعيه المفروض لما يجيك الفلاح او المزارع ما بتعطيه دواء جهازي اثناء القطاف. الدواء الجهازي بيمتص الورق وبيتخزن جوات النبات، بده مده زمنيه لا تقل 20-21 يوم، يعني 20 يوم حتى يتحلل ويصير صالح للاستهلاك البشري. عم تبخ الناس ادويه جهازيه، تيجي تاكل العنب طعمته دواء، تيجي تاكل مثلا تاخذ الفليفله طعمته دواء، البندوره، الخيار كله طعمته دواء، 90% في منه طعمته دواء. يعني المفروض المهندس الزراعي صاحب الصيدليه الزراعيه بهالامر هذا يركز عليه، انه يساله ان ايمتى عم تنزل رزقك انت؟ كله بعد اسبوع. ممنوع يعطيه ادويه جهازيه، يعطيه ادويه ملامسه. هاي اهم نقطه. هيك يمشي الحال، اول شيء يعني الرزق يصير نظيف وما يأذي البشر. هاي انا اتمناها من كل الشباب زملائنا المهندسين الزراعيين، ويعني ونتمنى للشباب الله ييسر لهم امرهم، والله يهيئنا هيك ناس تساعد هالفلاحين الناس المزارعين هاي اللي عايشه منا اكثر من 100 او جوز 200 اسره، عدا العمال الموسميين. يعني تجي التقليم في عمال موسميين، تنزيل العمال موسميين، القطاف عمال موسميين، السياره تشتغل، يعني في امور ثانيه يعني كويسه. يعني شغال البلد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن بده ناس تديره بشكل صح. احسن من طريق البول. هذا المصدعه. هذا دوت النخر، هي قله الادويه الفاسده، يعني اغلب الادويه عم تجي فاسده ما بتعطي نتيجه نهائيا. وهي الحبة اللي عم تضرب العنقود كامل، تنضرب حبة بتبلش تضرب اللي بجنبها. عندي عريش عنب شلون يعني عم نعاني كثير، بده أدوية، بده مي على طول. تختلف عن العنب الأرضية، العنب الأرضية يعني تتركها وتمشي، هاي بدك تظل تسقيها حتى يهر الورق منها. كل سنة العنقود شوفوا ايش قد، يعني يجوز يطلع 3 كيلوات، عرفت شلون؟ يلا ما عم يطلع 300 غرام 200 غرام، يعني انضرت كثير والله العنب عنا. ومي ما ظل، قطعت المي من البير هذاك ردينا حفرنا بير جديد، عرفت شلون؟ ما لقينا تبع غرازة بده شهرين تيفضى، بين ما لقينا بين ما حفر أبو الدحارة بدك واحد يحفر قبة. يعني عانينا كثير والله موضوع العنب. بعدين موضوع العنب الوحيد بالزراعة كلها هو أهم شيء، وهم هاملينه أهم شيء، عارف شلون؟ العنب ياكل مصروف كثير، يعني الزيتون فيك ما تعطيه يتحمل، الفستق فيك ما تعطيه يتحمل، بس العنب لا، بده على طول عناصر صغرى، بده بخ شو اسمه بياض دقيقي، بده بخ بياض زغبي، بده بوتاسيوم، بده مركب، يعني على طول محتاج الأدوية على طول ورا بعضها، عرفت شلون؟ بعدين هذا الدواء اللي يبخونه للزملح هذا يعني حرام، لازم يتعلق تعليق، لأن حمايته 20 يوم. إذا تبيع العنب قبل العشرين يوم هاي مشكلة يعني تصير عندك. يعني أنا عم ألقه هيك بغناني بعبيه بدون بخ، محافظة على المواطن، على الزبون، عارف شلون؟ عشان ما ياكل وما يدري. يعني أنا نبات بدين، عارف شلون؟ كان كويس كثير، بدين مثلا أقول جيني موسم العنب بوفي، عارف شلون؟ الموسم هذا
كنا بأول أسبوع بوفي صاحب الخضرة. الموسم هذا لا لغ عن بيعه ما وفيته لصاحب الخضرة، يعني كان موسم تعبان كثير. شو أبغى عينك شايف هذا الشجر قدامك وكل شيء. إيه بده العنب، بده دعم. شلون بده دعم؟ يعني مستوى الزراعة، مو على مستوى أنا بدي أدعمها، أنا ما ظل عندي طاقة أدعمها. عارف شلون؟ ولا غيري يقدر يدعم العنب. الخص العريش الأرضي فيك تستغني، يعني يتحمل، بس العريش ما يتحمل. بدك تظل متابعه حتى يهر الورق تبعه وتبطل تسقي. هذا على أرض الواقع، هذا عنده 17 هذا عنده، واحد على أرض الواقع، واحد ورد.